هذه الساعة لا يوجد قرار في اللجوء إلى مجلس الأمن، لكن وزارة الخارجية العراقية سبق لها أن لوحت بإمكانية دعوة الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة على المستوى الوزاري لبحث تداعيات الخروقات التركية المستمرة للسيادة العراقية، وكذلك إمكانية دعوة مجلس الأمن في السياق ذاته لبحث هذا الموضوع أيضا. كذلك سبق لنا أن نوهنا إلى أوراق ومصادر قوة تحوز عليها الحكومة العراقية من خلال واقع ميزان تبادل تجاري بين البلدين يزيد على 16.5 مليار دولار تقريبا سنويا لصالح تركيا. عشرات الشركات التركية الاستثمارية العاملة في العراق وشبكة من المصالح متعددة الأذرع لتركيا في العراق، كل هذه مصادر قوة ينظر إليها العراق وهي بيده الآن، لكننا لا نزال نرى في الحل السياسي، في الحوار الدبلوماسي، في التنسيق والتواصل ممكنات للتوصل إلى حلول تشاركية. طيب جاء الرد من الرئيس التركي.